فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نرى بعض الناس بعد انتهاء المؤذن من أذانه يأتون بالدعاء الوارد ثم يرفعون أيديهم يدعون دعاء طويلا، لا الدعاء رفع اليدين لا، ما يدعو ما في بس لكن ما يرفع يديه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.